المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق إسبانيا في سلب الأراضي الصحراوية جعلت الصحراويين يطلقون الطبعة 39 للندوة التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي من العاصمة الإسبانية مدريد، معولين في ذلك على صحوة ضمير يمكن أن تحمل الحكومة الإسبانية على تصحيح اتفاقية مدريد المجحفة. هذه الندوة لها طعم خاص، لها أكثر من دلالة كونها تعقد تزامنا مع التاريخ هنا بمدريد، مع التاريخ الذي وقعت فيه إسبانيا الاتفاقية الثلاثية الهادرة التي قسمت بموجبها الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. الدورة 39 لتنسيقية العالمية والأوروبية بالأخص للتضامن مع الشعب الصحراوي مهمة جدا، لأننا نحن الصحراويون ننتظر من العالم عن باش يضغط على نظام الاحتلال المغربي. 90% من الشعب الإسباني يساند وبقوة القضية الصحراوية وحق هذا الشعب في تقرير مصيره، كيف لا وحكومتهم وقفت جنبا إلى جنب مع الاحتلال المغربي في سلب الأراضي الصحراوية. نحن نساند الشعب الصحراوي لأن قضيته عادلة وتستحق المساعدة، ولأن إسبانيا هي المتسببة في الاحتلال وينبغي عليها تصحيح هذا الخطأ. عراب القضية الصحراوية بيير غالون لم يغب عن أكبر تظاهرة عالمية داعمة للحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبعد 39 سنة من النضال ما يزال يحمل لواء المقاومة من أجل الحرية. Vous n'êtes pas des gens qui avaient été payés par un État comme le fait le Maroc pour aller plaider sa cause aux Nations Unies. Non, vous avez vous-même récolté les moyens pour être ici, pour être là et pour dire au peuple sahraoui fraternité, solidarité. 9 مبادرات ستناقش في ورشات الندوة، أهمها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والضغط على المغرب والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن المعونة الإنسانية للصحراويين بالمخيمات، خاصة بعد تدهور الأوضاع بفعل الأزمة الاقتصادية والحروب. 400 منظمة حكومية وغير حكومية من 30 دولة اجتمعت اليوم في الدورة 39 للتنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي من أجل التنديد بالاحتلال المغربي وإرسال دعوة لهيئة الأمم المتحدة بالالتزام بواجباتها حيال هذا الشعب المضطهد، وكذا للمجتمع الدولي من أجل المشاركة والمساندة في إنهاء الاحتلال المغربي. كانت معكم من جامعة الاتصال بالعاصمة الإسبانية مدريد فيروز دباري للشروق نيوز.